في المغرب تستمر السلطات هناك في عملية إحصاء المباني التي تضررت من جراء الزلزال. يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة المغربية الطارئ لإيواء المتضررين وإعادة تأهيل المناطق المنكوبة. وتعقد لجنتان المالية بمجلسي البرلمان المغربي اجتماعا مشتركا اليوم لمتابعة التدابير والإجراءات الحكومية في مواجهة آثار الزلزال. معنا من إقليم الحوز مراسلنا عزيز فتحي. عزيز مرحبا بك معنا، كيف تبدو الجهود على الأرض وهناك تحركات حكومية على أكثر من مستوى؟ نعم، هي جهودات أو مجهودات متقاطعة ومتوازية من قبل القطاعات المعنية بالتدخل. الحياة تستعيد عافيتها بشكل تدريجي في المناطق المنكوبة، سواء عبر استئناف الدراسة بالنسبة للتلاميذ والطلبة، مع اتخاذ إجراءات تتسم بالمرونة من قبل السلطات الوصية لتسهيل عمليات التسجيل والإيواء بالنسبة للطلبة والتلاميذ المتضررين. تحدثنا عن خيام نموذجية، ونتحدث أيضا عن إحالة آلاف التلاميذ إلى المدارس المركزية بمراكش وترودانت وغيرها من المراكز، أو نتحدث عن الإيواء المؤقت داخل خيام نموذجية تابعة للقوات المسلحة الملكية تتوفر على خدمات الإطعام والخدمات الطبية والدعم الاجتماعي والنفسي، أو خيام عشوائية تم نصبها من قبل ساكنة الدور التي تهدمت إما بشكل كامل أو بشكل جزئي أو تصدعت وأصبحت تشكل خطرا على ساكنتها في انتظار الخبرة التي ستحدد ذلك. سامي، يمكن أن نتحدث كذلك عن مجهودات وزارة التجهيز والنقل لفتح الطرقات. نتحدث عن أزيد من 230 كيلومترا من الطرق التي تم فتحها فقط في إقليم الحوز، الإقليم الأكثر تضررا بزلزال الذي، وهذا الإقليم هو الذي يضم البؤرة إيغين. نتحدث عن هذه الطريق رقم 7، الطريق الوطنية المؤدية إلى ثلاثن يعقوب وإيغيل وإيجوكاك وإلى الحدود مع إقليم ترودانت. نرى الآليات تشتغل على مدار الساعة من أجل فتح الطرقات، من أجل إزالة الصخور والأتربة التي تتسبب فيها انجرافات التربة بفعل الزلزال وبفعل الهزات الارتدادية المتواصلة. ونحن نتحدث عن هذه الطريق سامي التي تعرضت لتصدعات خطيرة على مستوى الجرف، على مستوى حافة الطريق، مما أصبح يشكل خطرا على المارة، سواء الدراجات أو العربات الثقيلة والخفيفة، وعلى سيارات الإسعاف والشاحنات المحملة بالمساعدات التضامنية لكي تصل تباعا إلى المناطق المنكوبة. سامي، مراسلنا عزيز فتحي في إقليم الحوز، شكرا جزيلا لك.